أخبار اليوم. أخبار اليوم إحنا معاكي حاجة. تقولي النهاردة وإحنا في العرس الفني والإعلامي اللي إحنا فيه النهاردة والمونديال والدورة. أقول الوطن العربي كله بخير. المهرجان ده أنا سعيدة طبعاً بكل الأطياف الموجودة من جميع الوطن العربي، من فنانين ومفكرين وإعلاميين ووزراء وكل النخبة الجميلة دي، حاجة سعيدة. ونتائج المهرجان ده بقى فيه مسلسلات دلوقتي بقى لها كام سنة دلوقتي بتتذاع، فيها لبنانيين وسوريين ومصريين وخليجيين وسعوديين وكويتيين، ممثلين، في منتجين عرب بيدعموا الوطن العربي بيدعموا مصر بالفن. يعني إذا المهرجانات دي قربتنا لبعض أكتر، بقى في ممثلين في الإمارات ومخرجين بقى ياخدوا خطوات عظيمة جميلة. أهم حاجة التعاون والمحبة، المحبة اللي ظهرت بقوة لما مصر كانت محنة السعودية. السعودية الشعب العظيم وملكها العظيم اللي وقفوا معنا وقفة جامدة، والإمارات العظيمة اللي بتحب الشعب المصري، الكويت، الأردن. يعني الوقفة دي يعني هي زي اللمة دي كلها. عايزين نتلم بقى ونخلص العراق إن شاء الله بشعبها طبعا وجيشها، هم اللي هيطلعوا الإرهاب. ولازم كل الوطن العربي، كل الوطن العربي يتحد عشان يحارب الإرهاب، الإرهاب الأسود القذر اللي احنا بنشوفه دوت. وبعد كده يبقى مليون مونديال في كل حاجة، في كل الفنون، في السياحة، في الاقتصاد، في الفن، في كل حاجة. الجديد عن حضرتك في الفترة اللي جاية؟ الجديد لسه ما ظهرش قوي، بس آخر حاجة صورتها فيلم حكاية قبلة. بس طب يا أستاذ عايدة بنشكر حضرتك. شكرا.